تاني جزء الدكتورة اتكلمت عليه واكيد ان هو هيبقى هنحتاجه بعد كده يعني، وهتبني عليه حاجات كتير، كان الاورثوجونال فيكتورز. ايه هي الاورثوجونال فيكتورز؟ انا عندي اتنين فيكتورز اكس وواي، الاثنين دول هيبقوا اورثوجونال لو انا الدوت بتاعهم بيساوي زيرو، والدوت ده المنت باي المنت زي ما كنا واخدين في الماتلاب، المنت باي المنت. يعني احنا عندنا اكس واحد هنضربها في واي واحد زائد اكس اتنين في واي اتنين زائد اكس ان في واي ان، كل الكلام ده لو بيساوي زيرو احنا كده عندنا ايه الاثنين فيكتورز دول اورثوجونال. طب هل احنا ممكن نمثلها بصوره ماتريكس مالتيبيكيشن؟ اه، احنا لو قلبنا الاكس دي وخليناها كده اكس واحد اكس اتنين لغايه اكس ان، ممكن في الحاله دي نضربها في واي، وبالتالي برضو الناتج هيبقى بزيرو، يبقى الاكس ترانسبوز في الواي بتساوي زيرو. في بعد كده الثيرم اللي احنا هنشتغل عليها، اللي هي انا لو عندي نون زيرو اورثوجونال فيكتورز، الفيكتورز دول لازم يبقوا لينير اندبندنت، مش معتمدين على بعض. منين جه الكلام ده؟ احنا عندنا القاعده الاساسيه اللي ماشيين عليها، سي1 في اكس1 زائد سي2 في اكس2 لغايه سيn في اكسn بتساوي زيرو. هنضرب الطرفين في اكس1، طبعا اكس1 في زيرو هتبقى بزيرو، واكس1 بما ان هما اورثوجونال فاكس1 الدوت بتاعها مع اكس2 واكس3 واكس4 لغايه اكسn، كل الكلام ده بزيرو. هيتفضل معانا بس ايه؟ سي1 في اكس1 دوت اكس1، يعني كل الترمات الثانيه بزيرو، وده معناها ان سي1 في اكس1 كلها تربيع، ودي قيمه. احنا اصلا فرضين من الاول ان الفيكتورز دول نان زيرو، وبالتالي القيمه تربيع دي مش هتبقى بزيرو، بس احنا عندنا ان الاجابه هتبقى بزيرو، ده معناها ان سي1 بزيرو، او كل او الكوفيشن ده بزيرو. الكلام ده ممكن نكرره مع كل الفيكتورز الثانيه من اكس2 واكس3 لغايه اكسn، هنلاقي ان كل القيم بتاعت سي1 وسي2 وسي3 لغايه سي ان كل القيم دي بزيرو. ده معناها ان الحاجات دي مش بتعتمد على بعض، ان احنا كنا اصلا فرضين من الاول ان القيم بتاعت، او لو احنا عندنا زيرو سولوشن يونيك زيرو سولوشن، كل القيم بتاعت سي1 وسي2 لغايه سي ان هتبقى بزيرو، وبالتالي هما مش معتمدين على بعض. بس الكلام ده ما ينفعش بالعكس، يعني لو حاجات لينير اندبندنت مش شرط ان هما يبقوا اورثوجونال مع بعض، انما لو حاجات اورثوجونال وهما نان زيرو لازم يبقوا معتمدين على بعض. طب احنا دلوقتي عايزين نجيب الاورثوجونال فيكتورز، وعندنا مجموعه فيكتورز معينه عايزين نجيب الاورثوجونال فيكتورز بتاعتها، هنعمل ايه؟ في طريقه اسمها جرام شميت، هي دي الطريقه اللي احنا هنستخدمها علشان نجيب الاورثوجونال فيكتورز من مجموعه فيكتورز معينه. بس محتاجين الاول نرجع على الفيكتور بروجكشن اللي احنا اخذناها السنه اللي فاتت. لو عندي فيكتور اكس1 وفيكتور تاني اكس2، وعايز اجيب البروجكشن بتاعت اكس2 على اكس1، هلاقي ان انا ممكن اجيبها بان انا اجيب قيمه اكس2 في كوزين الثيتا ما بين اكس1 واكس2، واضربها بيون فيكتور اكس1 على قيمه اكس1. هي هنا كده انا عندي ده كده اكس1 وده اكس2، دي الثيتا ما بينهم، فهي هتبقى اكس2 في كوزين الثيتا في اتجاه بتاع اكس1 كيونت فيكتور، فده هيبقى اكس1 على قيمه اكس1. طب ايه اللي هيحصل لو احنا ضربنا في قيمه اكس1 فوق وقيمه اكس1 تحت؟ هلاقي ان عندي كده اكس1 كقيمه، اكس2 كقيمه، كوزين الثيتا ما بينهم، وعندي تحت اكس1 القيمه بتاعتها تربيع في الفيكتور اكس1. طب ما اكس1 واكس2 كوزين الثيتا ما بينهم ده اكس2 دوت اكس1، وتحت هيبقى عندي قيمه اكس1 تربيع، كل الحاجات دي هتبقى مضروبه في الفيكتور اكس1. وبالتالي باختصار كده انا لو عايز اجيب الجرام شميت او عايز اجيب البروجكشن بتاعت اي فيكتور على الفيكتور الثاني، هجيب الدوت برودكت ما بينهم وهقسم على قيمه الفيكتور اللي انا عايز اجيب الاورثوجونال بروجكشن في اتجاهه القيمه بتاعتها تربيع، وهضربها في الفيكتور ده البروجكشن. طب بالنسبه للجرام شميت هنشوف الكلام ده بمثال الدكتوره كانت جايباه، ان انا هنا عندي ثلاثه فيكتورز وعايز اجيب الاورثوجونال بروجكشن او الاورثوجونال فيكتورز بتاعت الثلاثه فيكتورز دول. بما ان هم ثلاثه فيكتورز فانا محتاج اجيب ثلاثه فيكتورز اللي هم الاورثوجونال. فانا هفترض اول حاجه هفترض ان انا عندي في1 وفي2 وفي3. في1 ده ممكن اختاره اي فيكتور، وعشان تسهيل الدكتور اتنا هنختاره اول فيكتور اللي هو 1 و2 و3 و0، ده هسميه في1 وهثبته. بعد كده بقى هجيب الفيكتور الثاني اللي هو في2 والفيكتور الثالث اللي هو في3 في اتجاه الفيكتور في1 ده، هيبقوا عمودين عليه. نبتدي بفيكتور في2، في2 هتساوي الفيكتور اكس2 اللي هو كان 1 و2 و0 و0 ناقص البروجيكشن بتاعت اكس1 على اكس2. طب ليه؟ احنا هنا برضو ممكن نجيبوها من الرسم. احنا كنا جايبين البروجيكشن بتاعت اكس2 على اكس1، ده كان في اتجاه اكس1. طب في الاتجاه العمودي من الفيكتور الجبرا احنا ممكن نقول ان ده او الجزء ده بيساوي الاكس 2 ناقص البروجيكشن ده.
التالي هنا هيبقى عندي في 2 بتساوي اكس 2 ناقص البروجكشن بتاعت اكس 1 في اتجاه اكس 2. هنستخدمه نفس القانون اللي هنستخدمناه اللي هو هجيب الدوت برودكت ما بين اكس 1 واكس 2 هقسمها على قيمه اكس 1 تربيع وهضربها في فيكتور اكس 1 وبعد كده كل الكلام ده هطرحه من الفيكتور اكس 2. كده انا جبت الفيكتور اكس في 2 بس هنلاقي ان هو فيه فراكشنز والفراكشنز بتبقى صعبه في التعامل فانا هقول ان الفيكتور ده هيبقى فيكتور 2 ستار. هشوف الفراكشن الكومن اللي عندي هنا هلاقي 14 وبالتالي هضرب كله في 14 وهيبقى في 2 الجديد هيبقى هو ده. انا كان عندي في 2 ستار كان عندي 9 على 14 9 على 7 سالب 15 على 14 و0 فهضرب كله في 14 هيبقى عندي 9 و18 وسالب 15 و0. كده انا جبت الفيكتور في 2. طب فيكتور في 3 فيكتور في 3 هيبقى اكس 3 ناقص البروجكشن بتاعت اكس 3 في اتجاه في 1 ناقص البروجكشن بتاعت اكس 3 في اتجاه في 2. طب ليه؟ انا لو استخدمت بروجكشن واحد بس يبقى انا كده لو استخدمت مثلا البروجكشن بتاع اكس 3 على في 3 في 1 يبقى انا كده بجيب الفيكتور هيبقى عمودي على في 1 بس. بس انا محتاج يبقى عمودي على في 1 وعمودي على في 2 فبالتالي هطرح البروجكشن بتاعت اكس 3 في اتجاه في 1 واكس 3 في اتجاه في 2. وهنا لازم ناخد بالنا من حاجه ان هي في 2 مش في 2 ستور. ان احنا خلاص اخدنا ان ده كده في 2 فهناخد البروجكشن بتاع اكس 3 في اتجاه في 2 مش في 2 ستور. هنستخدم برضو نفس الطريقه هجيب اكس 3 اللي هو اصلا موجود عندي البروجكشن بتاع اكس 3 في اتجاه في 1 في 1 اللي هو اكس 1 اللي كان عندنا هنجيب الدوت برودكت على قيمه بتاعت في 1 تربيع في الفيكتور في 1 ونفس الكلام مع البروجكشن بتاع اكس 3 في اتجاه في 2 هجيب الدوت برودكت بتاع اكس 3 وفي 2 هقسمهم على قيمه في 2 تربيع هضربها في الفيكتور في 2. يبقى انا كده جبت في 3 برضو هنلاقي ان هو في فراكشنز فهيبقى ده في 3 ستار. فهنشوف الكومن فراكشن هنا لقينا ان في 3 ستار هيبقى 4 على 5 سالب 2 على 5 0 و1 فهضرب 5 هيبقى عندي في 3 ستار 4 وسالب 2 و0 و5. اخر حاجه كانت الاورثونورمال بيزس. الاورثونورمال بيزس ان هو الاورثوجونال بروجكشن ده بس احنا عايزينه كيونت فيكتور فبالتالي هنقسم على القيمه بتاعته. لو انا عندي الفيكتور ده هشوف القيمه بتاعته كام. الاول تربيع زائد الثاني تربيع زائد الثالث تربيع زائد الرابع تربيع ياخد الجذر يبقى هو ده الفي واحد مثلا واقسم عليه يبقى انا كان عندي اليونت فيكتور. كل الكلام ده كان تمهيد للايجن فاليوز والايجن فيكتورز. ايه هم الايجن فاليوز والايجن فيكتورز؟ انا لو عندي معادله بالشكل ده اي اكس بتساوي لمدا في اكس الاي دي بتبقى مثلا 2 في 2 الاكس دي بتبقى 2 في 1 والاكس هنا 2 في 1. انا بشوف القيمه بتاعت الاي كماتريكس هضربها في اكس بتساوي ان انا لو جبت هنا كده سكيلر ضربته في الاكس دي. احنا هنا عايزين نشوف ايه هي ده كده اللمبدا دي اسمها الايجن فاليو والاكس دي اسمها الايجن فيكتور. فانا بدور على قيمه الماتريكس هضربها في الماتريكس اي بتساوي ان انا لو جبت قيمه للسكيلر وضربتها في الاكس اي. طب احنا هنجيبها ازاي؟ احنا ممكن ننقل الكلام ده الطرف الثاني يبقى عندنا اي اكس ناقص لامدا اكس هتساوي 0. طب عايزين ناخد الاكس كومن فاكتور، هل ينفع ناخد الاكس كومن فاكتور على طول؟ لا. ليه؟ هيبقى عندنا هنا كده الاي ده ماتريكس واللامدا ده سكيلر، مش هينفع نطرح سكيلر من فيكتور، فهنعمل ايه؟ هنضرب الطرفين او هنضرب مش هنضرب الطرفين التسهيل يعني هنضرب الجزء ده في اي ان. الايدنتيتي ماتريكس كانك بتضرب حاجه في واحد فبالتالي قيمتها مش هتتغير. هيبقى عندنا كده اي اكس ناقص لامدا اي اكس هتساوي 0. احنا كان نقدر ان احنا ناخد الاكس كومن فاكتور بسهوله يبقى اكس في اي ناقص لامدا اي. الصوره دي مش بتفكرنا بحاجه؟ بتفكرنا اكيد باللي احنا كنا لسه شارحينه ان الحاجه تبقى لينير اندبندنت ان احنا ناخد الجزء ده ونخليه المحدده بتساوي 0 الاي ناقص لامدا اي المحدده بتساوي 0 بالتالي القيمه اللي هنجيبها هتبقى لينيري اندبندنت. فاحنا هنا مثلا عندنا ماتريكس ايه هو اداها لنا؟ 1 وسالب 1 وسالب 1 و0 و1 و1 و0 و0 و1. هنجيب الايجن فاليو والايجن فيكتور ازاي؟ اول حاجه هنقول الاي ماينس لامدا اي. طب ازاي نحققها هنا؟ هنكتب المصفوفة زي ما هي عادي خالص. عندك عندنا 1 و1 و0 و0 وسالب 1 و1 و0 وسالب 1 و1 و1. أول حاجة هنشوف عناصر القطر الرئيسي دي مش هنيجي جنبها هنكتب بقية العناصر وبعد كده هنطرح من العناصر بتاعت القطر الرئيسي لامدا. عندنا كده 1 وسالب لامدا 1 وسالب لامدا 1 وسالب لامدا والعناصر التانية زي ما هي. هنفكها ونجيب الديترمنت. لو فكناها من أول صف
او من اخر عمود ده هنلاقي ان هنا في صفرين وهنا في صفرين، فبالتالي الفكره هتكون سهله. نفكها من اول صف مثلا، هنكتب على الصف والعمود هنلاقي 1 ماينس لامدا في 1 ماينس لامدا في 1 ماينس لامدا ناقص 0، يبقى 1 ماينس لامدا الكل تكعيب. الحل بتاعها هيبقى لامدا ب 1 1 1. مش شرط دايما العناصر دي تبقى او الفاليوز بتاعت اللامدا تبقى واحده، لو واحده ومكرره يعني فاحنا هنكتفي بعنصر بقيمه واحده بس، لو مش مكرره فهنجيب لكل ايجن فاليو هنجيب لها ايجن فيكتور. دلوقتي لازم نجيب الايجن فيكتور، فاحنا عندنا لامدا بواحد هنعوض بيها عشان نجيب الاي ماينس لامدا اي، اللامدا بواحد فاحنا هنقول الاي ماينس اي هنطرح واحد من عناصر القطر الرئيسي، هنلاقي ان عندنا 0 0 0 وسالب 1 و0 0 وسالب 1 1 و0، هنحلها عادي جدا كانها كانها يعني سيستم اوف لينيري ديبندنت لينيري ايكويشنز، هنحلها عادي جدا. وبعدين هنستخدم الجاوس اليمينيشن، اول حاجه هنودي الصف اللي في الاخر ده اللي كله صفار هنوديه تحت، نودي الصف ده مكانه فوق ونضربه في سالب واحد، فعندنا واحد زيرو زيرو هنضرب ده في سالب واحد، سالب واحد هيبقى زيرو سالب واحد، فهنا هيبقى عندنا واحد زيرو 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 واحد زيرو 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 زيرو، وهنا عندنا اتنين بيفتس وبالتالي واحد فري المنت. لو جينا كتبنا الايكويشنز دي فهنلاقي ان اكس واحد اكس اتنين بتساوي زيرو، اكس واحد بتساوي زيرو، اكس تلاته هي القيمه الاختياريه بتاعت تي، وبالتالي الايجن فيكتور اللي عندنا اكس هيبقى زيرو زيرو اكس تلاته، ناخد اكس 3 دي كومن فاكتور فيبقى عندنا اكس 3 0 0 1.